مشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل عام وكل ثانية وكل ذرة تراب سودانية بخير وصحة وعافية. في هذه السهرة نحن نطوف ونتحدث ونحلق حول موضوع غاية في الأهمية، موضوع التصوف الذي أدخل الإسلام إلى السودان والذي كون الشخصية السودانية بمدها وجذرها المختلف. التصوف جعل الإنسان السوداني متسامح للغاية، متعايش مع الآخر سلميا، ولكنه في ذات الوقت يأبى الضيم وحساسيته عالية جدا تجاه كل ما هو يعني مستفز للكرامة الإنسانية. التصوف ارتبط في السودان بحركات التحرر، بإلهاب الحماسة. سنتحدث عن التصوف ودوره في استقلال السودان. معنا في هذه السهرة الشيخ عبد الرحيم محمد صالح، شيخ الطريقة السمانية أم الرحي. مرحبا بك وكل عام وأنت بخير. أهلا وسهلا، ونحن سعداء يعني في هذا اليوم وفي هذا البرنامج، وهو يدور في حديث طيب وجميل يتعلق بالسودان وأهل السودان. أيضا نرحب بدكتور أنس العاقب الأكاديمي والباحث. مرحبا بك ومساء النور وكل سنة وانت طيب. بارك الله فيك أختنا عفراء، وشكرا للاستضافة، وإن شاء الله نبقى على قدر المناسبة والموضوع، ونهني الشعب السوداني بعيد الاستقلال. أيضا نرحب بك الشيخ عامر أبو قرون، أمين عام جائزة الشيخ البرعي. مرحبا بك وكل ثانية وإنت بخير إن شاء الله. مرحبا بك وبمشاهدينك الأفاضل، ونتمنى للشعب السوداني استقلالا حقيقيا ومتعة وصحة وعافية إن شاء الله. إن شاء الله. في البداية قبل ما نتحدث عن الحديث المباشر دور التصوف في حركات النضال والتحرر داخل السودان، نبدأ بك يا شيخ عبد الرحيم، و بداية تعريف التصوف قد يكون فيه العديد من المد والجذر والتشابكات. هل هم لبسة الصوف، ولا هم أهل الصفة، ولا هو مسلك قديم جدا ومرتبط حتى بالأديان السماوية ما قبل الإسلام؟ تعريف لأصل التصوف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وجعلنا من أمة النبي الذي أنار ضياجير الظلام وقدم للإنسانية أعظم ما يمكن أن يقدم، هذا الدين الحنيف. ويسعدني في هذه اللحظة أن أهني الشعب السوداني بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبمولد المسيح، وبأعياد الاستقلال، وهي قد اجتمعت في هذا الشهر الكريم، نفعنا الله بها جميعا. حقيقة الحديث حول التصوف وحول ما معنى التصوف حديث كثير، وقد تناوله كثير من الناس، كلا يحاول أن يبرزه بوجهة نظري. ولكننا نقول في نهاية الأمر أن التصوف الغرض منه هو ما درج وعرفه الناس من خلال الإسلام، باعتبار الإسلام هو دين الوسطية، وأن آلية هذه الوسطية هذا التصوف. ومن ذلك نحن لا نريد أن نستطرد في تعريفات كثيرة، ولكن نقول بأن التصوف هو ذلك المنهاج التجريبي الذي سلكه الزهاد والعباد منذ أن بدأوا يبتعدون عن السلطة والحكم وينتحون إلى التربية وإلى التزكية وإلى الشفافية. إذن نحن نقول بأن هذا هو المعنى الأكثر وضوحا وانضحي إلى اليوم، يمكن المعنى العصري كذلك، ويمكن أن يكون المعنى العصري للتصوف الموجود حاليا. بالضبط، هو المعنى العصري. لو قلنا وبعد ذلك أن التصوف منفصل في أي مرحلة من المراحل عن المجتمع، وأنه ظل يقوم بكل ما هو مطلوب، باعتبار أن هذا الدين دين دولة، والمسيح هو التجسيد لهذا العمل الذي تم والموجود في كل يمكن العالم الإسلامي بمختلف التسميات، سواء كان الرباط أو الزاوية أو الخانقاة كما يقال أهل العراق وأهل الشرق أو ما إلى ذلك. ولكن نقول في نهاية المطاف هو المؤسسة التربوية التي بنى عليها الترابط والتماسك من خلال هذا الدين القويم القوي والذي برز للإنسانية في أحسن صوره. وشيخ عبد الرحيم لو سمحت لي، حتى كلمة المسجد هي تعني المسجد. أهلنا في الخليج العربي ينطقون الجيم يا، والمسجد أو المسجد كان فيه علوم الدين وعلوم الدنيا، الإطعام وتعليم مبادئ الإسلام. شيخ عامر، أنا منتقل لك عن تاريخ دخول التصوف إلى السودان. بعض الروايات بتربط ما بين دخول الإسلام إلى السودان ودخول التصوف،
وأحد السادة المتصوفة بيقول لي إنه الإسلام أو التصوف دخل إلى السودان، والإسلام دخل إلى السودان بسبحان الله ولم يدخلها بالله أكبر، وهي كلمة قليلة ولكنها بليغة وعميقة. المسجد في السودان تعني أنه المكان الذي يجمع المسجد ويجمع التكية ويجمع خلاوة الطلاب والسكن، ده يمكن يكون التعريف للمسجد، يعني هو موجود بهذا الفهم. يعني كلمة مسجد لا تطابق مسجد، لأنه المسجد بيكون داخل المسجد، ولكن المسجد هو الذي يجتمع فيه الطلاب ويختلف فيه الحيران وتكون فيه التكية وكذلك يكون فيه المسجد. تفضل يا شيخ عامر. جدد الترحاب بك ومشاهديك الأفاضل الأخت الكريمة. ويمكن كإضافة لحديث الشيخ عبد الرحيم، في كتاب المسيد للأستاذ الطيب محمد الطيب ذكر الجزئية دي بأنه مشى مرة للسعودية وسأل واحد من الناس الكبار في السن يعني، وبيسأله عن مسجد، قال له وين مسجد الحتة الفلانية كده، سأله وقال له المسيد، المسيد كان هنا لكن تغير. وذكر الجزئية دي بأنه المسيد يعني المسجد، وكلامك صحيح أنه بينطو الجيم. أما عن سؤالك عن دخول الطرق الصوفية للسودان وإنها دخلت بسبحان الله ولم تدخل بالله أكبر، دي حقيقة. طبعا الطرق الصوفية دخلت للسودان من عدة أبواب، يعني يمكن المجال لا يسع لذكرها جميعا، لكن لو تكلمنا عن الشيخ تاج الدين البخاري ودخوله في منطقة أربية والمشايخ اللي طرقهم أو سلكهم الطريق، ولو أخذنا الطريق جات من المغرب عن الشيخ الشريف أبو دنانة، ولو أخذنا الطرق كثيرة جدا خشت عن السودان إلى الطرق الحديثة في وقتنا الراهن. لكن فعلا دخول الطرق الصوفية للسودان كان عن طريق التسامح والتصاهر والتخالط مع الناس والتزاوج، وكان بالتي هي أحسن فعلا. وحتى يمكن ده يكون ديدن الإسلام أصلا، هو لما انتشر لم ينتشر بحد السيف، وإنما انتشر وجادلهم بالتي هي أحسن كما جاء في القرآن الكريم، وأدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لو سمحت لي بمداخلة يا شيخ عامر، يعني نعم. حتى الطقوس بتاعت حلقات الذكر ربما تكون هي الطقوس الأولى، كانت حقة السكان المحليين بتاعت طقوس الرقص والاحتفاء بالجسد حولوها إلى حلقات الذكر. فالتصوف والإسلام فيهم يعني الفضاء الواسع والصلاحية لكل زمان ومكان واستغلال مفردات البيئة. نعم، هو كلامك صحيح، ومش كده وبس، هو حتى يعني بيتعاطى معها ويتنازل ويتسامح. يعني هو المتصوف يذكر أنه أحد الصالحين وشى له بعض الناس، قال له ابنك يجلس في أماكن الخمر، فحينما سأل ابنه كان رجل من الصالحين، قال له أنا إذا لم أجلس مع هؤلاء أجلس مع من في المسجد الذين هم مهتدون أصلا، أنا أجلس مع الذين يطلبون الهداية. فهم بيتعاطوا مع كل البيئة الموجودة وبيتمشوا معها بغرض الغاية القصوى وهي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان التصوف. يعني يمكن مفردة أبونا الشيخ ودبدر أنا أبو السبة والحبة. نعم. دكتور أنس بنتقل لك مباشرة، ويمكن السلطنة الزرقاء يعني 300 سنة أو 3 قرون امتد فيها الإسلام بأناة وبتوئدة وبمهلة شديدة زي ما بقول السودانيين. تزاوج العنصر الهجرات العربية بالعناصر الإفريقية، وتمدد اللسان العربي، وتمدد الدين الإسلامي، وكل ذلك في ظل دولة إسلامية أعمدتها الرئيسية قائمة على التصوف. بارك الله فيك يا أفراء. قيام دولة الفونج أو سلطنة الفونج أو السلطنة الزرقاء أو مملكة الفونج هي كانت جات نتاج لتفكك الدولة المسيحية في ذلك الزمان. وأهمية السلطنة الزرقاء تكمن في أنها في الأول سأرت لسقوط الأندلس بعد 9 سنين. والأندلس طبعا كانت حضارة إسلامية ضاربة في جذور الحضارة في أوروبا، وأعطت لأوروبا ثقافات وفنون وآداب كثيرة جدا. فسقوط الأندلس كان هو يعني وبال على العالم الإسلامي، لكن قيام السلطنة الزرقاء كانوا عبارة عن تحدي جديد وانتصار وهزيمة لفكرة هزيمة الإسلام. أهمية السلطنة الزرقاء إنه كما تفضل الأخوين أنه الإسلام في السودان هو إسلام صوفي حقيقة، لأنه هو
جاء عن طريق المتصوفة، ثم أن المتصوفة نفسهم كانوا في عملية اندماج واندغام مع 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 الحكام في سنار. ومن أهم الأشياء اللي حدثت في السلطنة الزغراء هي المديح، يعني ثقافة المديح في تلك الفترة من نهاية القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر. عشان كده المديح هو الجهة الوحيدة التي يعني نقدر نقول أنها هي وثقت للحياة في السودان في ذلك الوقت، يعني قدمت الثقافة الإسلامية ووعت الناس بالسيرة النبوية وجاهدت أيضا مع المجاهدين في النهاية مع ضد. ممكن دكتور أنس يعني الكتاب الوحيد أو من ضمن أبرز الكتب التي وصلتنا من الدولة السنارية هو كتاب طبقات والضيف الله وفي شؤون العارفين والأولياء. وبما أنك ذكرت المديح هو موثق للحياة السودانية، نحن ننتقل مباشرة للمادح الجيل الصافي ونستمع إلى هذه المدحة. عليك مصلي والتسليم يجي مدلي من الله، عليك مصلي والتسليم يجي مدلي من الله، هي نبدأ قولي بسم الله يبارك حولي، أبرع من حولي وقوتي للعظيم المولي من الله، عليك مصلي والتسليم يجي مدلي من الله، يا شاعر مدحا ينسي حالي الشغل من داخل عقلي، الوالد يجي سابق لي من الله، عليك مصلي والتسليم يجي مدلي من الله، نذكر سيرته وفعاله نسمع ما قالوا عن فرش خادم ونعاله، نبي الله عليك نصلي والتسليم يجي مدلي من الله، بل يحيي ظلامه ويذر أهله ينامه، نبي الله عليك نصلي والتسليم يجي مدلي من الله، خوفه وعندمه صبر في رخاه وعدمه، كان يرجع يدمو ويساعد حريمه وقدمه، نبي الله عليك نصلي والتسليم يجي مدلي من الله، كان سهلا لخدي أدعج طرف شتن اليد، عرفوا كالندي في وصفه عديم الندي، نبي الله عليك نصلي والتسليم يجي مدلي من الله، يكفينا في خلقه القرآن وإكمال خلقه يا أخوان ما ابتلقوا
زي رسول وقول الحق نبي الله عليك نصلي والتسليم يجيني متكلم من الله أصحاب الغام أمر الله صنعتم أقاموا الحال آدم صافحوا للملائكة سلاموا نبي الله عليك نصلي والتسليم والدليل من الله الفاتح أختم صلواتك رحيضك أختم أبدأها وأختم أوراقك لبيك يختم من الله عليك نصلي والتسليم يجيني متلي من الله عليك نصلي والتسليم يجيني متلي من الله صلي والتسليم يجيب التسليم من الله. شكرا جزيلا بارك الله فيك شيخ الجيلي، وبرحب بكم من جديد الضيوف الأكارم. شيخ عبد الرحيم، يعني التصوف في الأصل قائم على الزهد، يعني من أكبر معالم التصوف هو معلم الزهد. بعض الناس بيتخيلوا إنه الزهد ده بيقود إلى فكرة الخناعة، يعني لأن الناس ما على قلب رجل واحد في أفكارهم وفي مداركهم، لكن المتبصر والذي يعيد البصر كرتين بيلقى إنه التصوف فكرة ثائرة حتى على نعيم الدنيا وعلى رغد العيش، وفكرة ثائرة حتى ارتبطت بالثورات الإقليمية، الحركة السنوسية، عمر المختار، الثورة المهدية، ما إلى ذلك. فشوية كده فزلكة تاريخية في زمن قصير عن ارتباط التصوف بالتحرر. حقيقة حينما نتحدث عن التصوف ودوره المجتمعي، بنجد أنه التصوف في السودان حينما جاء الجيل الثاني من المهاجرين التقى هؤلاء بالذين أصلا كانوا موجودين وقد دخل الإسلام إلى قلوبهم كما ذكرت بسبحان الله. إذن الذين جاءوا من بعد تصاهروا مع النوبة في تلك المرحلة، ودي كانت مرحلة مهمة جدا. والمصاهرة دي المجتمع الأفريقي في ذاك الزمان كان دوما بيهتم بابن البنت وبأمره، وبالتالي كان لابد أن يكون ممالك النوبة القديمة، أيوة، يعني لابد أن يكون الإب يعني أمه من النوبة وأبوه من المهاجرين العرب الذين جاءوا، فكان لابد أن يحتمي من جاء من هؤلاء الأمراء بقبيلته وبعشيرته. إذن التصوف حينما دخل بهذه الصورة وكان هذه الأمراء هم أبناء لهؤلاء الذين جاءوا من الجيل الثاني، وكان ذاك هو الوقت الذي تأثر فيه الناس بالتصوف، كان لابد أن يتبنوا هذه المسائل، وكان لابد أن تكون للعشيرة دور في هذه المسألة، وبالتالي كانت حماية الشيخ والمسيد ومكونات المسيد جميعا بتحمى من خلال هذه العشيرة الذي ينتمي إليه هذا الابن والذي أصبح واحد من مشايخ الطرق الصوفية. إذن نحن حينما نتحدث عن المسألة بتاعت الطرق الصوفية ودورها وأهمية دورها وما قامت به، نجد أنه الحديث عن الزهد هو أمر كان في مرحلة، بالتحديد مرحلة معينة، إلا أن المسائل بعد ذلك تطورت وذهبت في كل المناحي متفهمة لما هو واجب بالنسبة للمسلم. وبالتالي إذا تحدثنا عن السودان، وزي ما تكرم أستاذنا الجليل أنس العاقب تكلم عن ثورة سنار، ثورة سنار ظل الشيخ دفع الله العركي مسيطر على هذه المسألة لمئتين عام، مئة عام بحياته ومئة عام بعد وفاته، وكان في ذاك الزمان هو التصوف الزهدي الذي بنى على البعد عن الناس أو البعد عن الحكم والسلطة بقدر ما يكون هناك التصاق بالناس من خلال المسيد للتربية والتوجيه والتزكية.
ثورة اجتماعية. أيوة. بعد ذلك في بعد هذه المرحلة جاء الشيخ مطيب بن البشير اللي هو ده أدخل الطريقة السمانية في السودان، وده كان له تحول كبير جدا لأنه قاعد في المدينة لمدة 7 سنوات. 7 سنوات دي التقى فيها مع السيد محمد عبد الكريم السمان ناس من المغرب ومن بينهم السيد أحمد تجاني ومن الهند ومن باكستان ومن طشقند، لأن كانت هنالك أكثر من طريقة، الطريقة النقشبندية والطريقة الخلوتية والطريقة السمانية وأساس كل هذه الطريقة الغادرية. فكان هذا التجمع خلق فهم جديد لمفهوم التصوف ودوره. حينما جاء الشيخ أحمد طيب بن البشير إلى السودان اهتم جدا بالتصوف الذي يلمس حياة الناس، وكان لابد أن يكون هذا التصوف فيه شيء جديد اللي هو الاهتمام بأمر الناس ومتابعته في أمور الاجتماعية والسياسية وأمور الاقتصادية والتكافل الاجتماعي ما إلى ذلك. إذن انفتح هذا التصوف فأصبح يلعب دورا متكاملا، وكان لابد أن يكون في هذا كما ذكر أستاذنا العاقب أن لابد أن تكون دولة السنار قد استفادت وقد استشارت وقد وقفت في كثير من الأحيان في رأي المصوفة، وقد كان كثيرا منهم من العلماء أمثال الشيخ إدريس ود اللباب والشيخ عبد الله العركي وكل هؤلاء الرجال الأفزاز، كان لابد أن تقف الدولة وأن تستشيرهم وأن تقف عند حديثهم وما يمكن أن يقدموه، لأنهم كانوا أصلا هم قبل أن يكون هنالك حكم وحكومة في السودان كان المسيد هو الحكومة. من حكاية المسيد هو الحكومة والاهتمام بقضايا الناس تفضلت بكلام بالغ الأهمية، وأنا حنتقل لك مباشرة يا شيخ عامر، يعني التصوف رب الناس، رب الشخصية السودانية الحديثة الموجودة حاليا، وبيجت فيها العديد من التجاذبات أو المتناقضات المحببة. يعني بتلقى الشخص السوداني مهما وصل إلى مراتب علمية هو متواضع جدا، زاهد جدا، متسامح، قابل الآخر، وفي ذات الوقت يعني زي ما بيقولوا السودانيين بالحسنة تقطع من شارب اللسد، وفي ذات الوقت عنده إباء عالي للضيم. فسر التركيبة التي خلقت الشخصية السودانية ومن ثم قادت إلى التحرر وإلى الثورة وإلى النضال. والتصوف بالمناسبة يعني دائما ما يبتدي المريد أو التابع له بترقية النفس وتربيتها، ويمكن ده بيتمثل في عدة محاور، منها مثلا يقول لك المريد فلان يدخل خلوة، الخلوة هي الصيام والقيام والذكر، يعني أنت ما لم تروض نفسك أولا لا تستطيع أن تتعامل مع الآخرين، دي كلها بتخضع الإنسان يتخليه مطيع، لأنه يقال إنه النفس حينما المولى سبحانه وتعالى خلقها وسألها من أنا قالت له من أنت للمولى سبحانه وتعالى، قال فأسكنها في بحر الجوع 40 يوما، وبعد ذلك سألها لها من أنا قالت له أنت ربي، فهم بيقوموا بيكسروا النفس والحاجة بعامل الجوع والصيام والقيام. أنت بعد ما تطهر النفس تماما بعد ذلك بتكون قابل لإيداع القيم والمفاهيم والانكسار والتواضع والعلم وما إلى ذلك من المفاهيم، بالتالي بيكون الزول سهل في طبيعته، سهل في بنائه، سهل في تعامله، سهل في تلقيه للأوامر اللي بتجيه من شيخه، وبالضرورة بيكون رجل عالم، رجل مربي، رجل مرشد، رجل داعية، بالتالي بيكون الأحباب والحيران والمريدين مهما كثروا ومهما اختلفت سحناتهم بيشوفوا نفسهم حاجة واحدة، كلهم يخضعوا لأوامر من شيخ واحد وهو مربي. ويمكن ده الشيء اللي بيفتخر له كل الحركات أيا كانت مكوناتها، اللي هو مسألة الطاعة وتنفيذ الأوامر بحذافيرة، وده اللي ممكن احنا نستكع اللي جينا في عهدنا الحالي ده وجينا الاتباع والانصياع للأوامر لحل كل مشاكل العالم، مش في السودان، نتكلم عن الأمة الإسلامية يا جماعة. نحن حنواصل هذا النقاش الثري بإذن الله، فقط فاصل قصير يفصلنا عن المزيد. مرحبا بكم من جديد، وكل عام وأنتم بألف خير وصحة وعافية بمناسبة أعياد الاستقلال. ننتقل مباشرة للمادح الجيل الصافي ونستمع إلى هذه المدحة. الباب مفتوح
بالسير والمدد وافتوح يا سامعين. الباب مفتوح بالسير والمدد وافتوح يا سامعين. يا خرب اللوح اجعل باطني مصلوح، طبعي المملوح يا حلو يقرا ما في اللوح يا سامعين. سلب الممدوح المختار الجد للدوح، صدر المشروح ظلاه الغمام في سروح يا سامعين. صديق السوح والفاروق قوي ونصوح، عثمان لله والقرار يساف ويلوح يا سامعين. الباب مفتوح وبوار غلي شارات الوح، الحال من هاجل البدن والروح يا سامعين. عيار أركان وقواعد الشداد ومتان، خير الهتان أهل الزخرف الفتان يا سامعين. عيب الموجود اعتاد الكرم والجود، والليل سجود وحزار المنام وهجود يا سامعين. احفظ طرفك وللاخوان يكون ظرفك، غطلة الفك صير واخزن سجين الفك يا سامعين. من زاد أراد يلزم السبع والأورام، يلقى اليراد في حساباته باستطراد يا سامعين. يا ربي على محبوب زادك الأعلى، صلي لي على والفاتح يطول على يا سامعين. يا ربي على محبوب زادك الأعلى، صلي والفاتح يطول على يا سامعين. الباب مفتوح بالسير والمدد وافتوح يا سامعين. الباب مفتوح بالسير والمدد وافتوح يا سامعين. بارك الله فيك يا شيخ الجيلي والفرقة المصاحبة، وبرحب بكم في داخل الأستوديو من جديد شيخ عبد الرحيم، دكتور أنس، شيخ عامر. دكتور أنس بجيك مباشرة وبتحدث عن يعني محور أعتقد أنه برضو من الأهمية بمكان فكرة التصوف. ذكرنا أنها فكرة عالية الثورية على رغد العيش على الحياة الناعمة، لكن كان في مستويين دائما من التصوف في السودان، التصوف بتاع إطعام الطعام وإفشاء السلام وتعليم علوم الدين، وزي اللي كان موجود عندنا أبونا الشيخ ود بدر كان ما عجيني منه البجيني
واللي عنده الكسرة عليه الناس منكسرة، والتصوف الآخر إن صح التعبير زي التصوف السياسي عند الختمية وعند الأنصار وعند الطريقة الهندية، وكل طريقة كانت ثورية بطريقتها أيضا. نعم، وليس هذا موجود في السودان بس، يعني كثير، يعني في مصر وفي شمال أفريقيا وفي المغرب وفي العراق، في التصوف الشعبي الزاهد اللا مركزي دائما يعني بحكم الواحد من القراءات والواقع انه التصوف الشعبي ما مركزي، وذاك الطريقة القادرية ما عندها مركز، لكن التصوف العلماء، تصوف النخبوي كده إلى حد ما هو مركز، تلقيه في الطريقة الختمية، في الطريقة المهدية، الطريقة الأطنصار، تلقيه عند الشريف حسين الشريف الهندي، الأمين الشريف الهندي، وتلقيه في عند الأدارسة وعند السمانية. فهي مش لأنه هم يعني كونوا طرقهم لأنها ارتأت أنها تكون بمنأى عن الزهد والتقشف كده، لأنه حاجة المجتمع كانت في ذلك الزمان تحتاج إلى أنه بعض التصوف لازم يكون في داخل المدن، وداخل المدن بيحتاج أنه الإنسان لازم يظهر بمظهر مدينة. فدي واحدة من الأشياء. اثنين، الاختلاف في الرياضات ذاتها، في ما تقوم به الطرق، زي ما انت تفضلت قبل في انه نعتقد يعني انه الذكر هو يكاد يكون شغل افريقي. الايقاعات الموجوده في الذكر ايقاعات نادره وحاره جدا افريقيه. نعم، لكن تيجي تلقى الذكر مثلا عند الذكر العصري في عند السمانيه يختلف، هو يعتمد على ايماءات لا، وده ناتج لانه برضه نرجع نقول انه في تصوف شعبي هو المتناثر والمنتشر في المسايد وفي المشايخ في البطانه وفي الجزيره. ده الجزيره طبعا هنا هي، انا بعتقد انه الجزيره دي هي مركز التصوف في السودان، هي المركز الحقيقي، لانه سنار ذاتها هي قامت في المنطقه دي ذاتها. شيخ عبد الرحيم، يعني مباشرة نلجأ أو ندلف من الباب مباشرة إلى موضوع التصوف، وإنه نجعله يعني متطابق مع ثورات التحرر والنضال. ويمكن من أبرز الثورات التحرر الإفريقية قاطبة وأنجحة وأكثر تأثير حتى اليوم الثورة المهدية. والمهدي الإمام محمد أحمد المهدي كان رجلا متصوفا، أخذ الطريقة السمانية عن الشيخ محمد شريف ودنور الدائم، ومن ثم أصبح له مسلكه الخاص. فنتحدث عن علاقة الثورة المهدية وجذور المتصوف أيضا. أنا حقيقة لو دلفت قليلا لأتحدث برضو في شيء تكميل عن ما ذكره أستاذنا أنس، أنه الحقيقة يعني السادة الختمية والسادة الأنصار اللي شكلوا كيانات، هذه الكيانات أصبحت مرتبطة سياسيا، يعني في ارتباط بين الحزب والطائفة أو الكيان. أما الهندية يمكن ما عندها حاجة زي كده، يعني الهندية طريقة معروفة وهي تندع تحت تعريف الطرق الصوفية المعروفة في السودان دون ما ارتباط بأي عمل سياسي. ورغم أنه يعني البيت هذا خرج منه أفزاز السياسيين أمثال الشريف حسين الهندي والشريف زين العابدين الهندي، لكن قطعا أن الأسلوب والطريقة التي لابد أن تحكم طائفة الختمية وطائفة الأنصار لابد أن تكون بهذا الشكل وبهذا الواقع لمقتضيات كثيرة. وأفتكر بأن الدور الكبير اللي هم قاموا به وعملوه خلال تواجدهم بهذه الصورة هو شيء واضح في تاريخ السودان وما إلى ذلك. طيب، أفتكر الطريقة الهندية ميلت كثيرا او انتمت كثيرا للحزب الاتحادي اعلم عليش هي طريقة ما ممكن الشريف عبد الرحمن في البداية حاول ان يعمل حزب الحزب الوطني، لكن الشريف حسين نفض يده وذهب مع الاتحاديين. هي يعني انت اذا عدنا لمسألة الثورة والتحرر وعلاقة الثورة المهدية هذه المسألة، هي طبعا تاريخيا هذه المسألة موجودة في كل العالم العربي، بدءا بالعراق يعني
كان الأيوبي قادريا وكان من تلاميذ الشيخ عبد القادر الجيلاني، وما قام به من ثورة كان جميع الذين معه من المريدين للطريق القادرية، وكذلك يعني عمر المختار في ليبيا، وكذلك عبد القادر الجزائري في 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 الجزائر، ونجي نقول السنوسية، السنوسي الأكبر والسنوسي الأصغر، والدولة التي نشأت في المغرب الآن وتعد من أميز يعني الدول فيما يتعلق بارتباطها بالتصوف، لأن هذا كان ظاهرا وكان كفاحهم هذا مرتبط بالتصوف، إلى أن تحررت بالموقف اللي حصل في المغرب بمحمد الخامس وتحررت البلاد، ولا زالوا هم يحملون هذا العقد الاجتماعي بينهم وبين الطرق الصوفية. والآن في المغرب كل المناسبات الدينية للمشايخ والمناسبات العامة بتقام بدورة منتظمة جدا من خلال القصر الملكي، لا يحيدون عنها، وهم يقولون نحن مالكية أشعرية جنيدية متمسكين بهذا التصوف في كل حركتهم، ولأنهم بنت عليه مسألة التحرر. نأتي إلى السودان ونقول بأنه كما ذكرتي أنه يعني المهدية هي تعتبر الثورة ذات الأثر في السودان، كان واضحة المعالم في محاولة تأكيد بأن هذا الدين دين دولة، وبالتالي كان لابد أن يكون مشروع التي صارت فيه هو في كان في ذاك الزمان كان يعني كانت حركة تحررية من قبضة الظلم والاستبداد، برغم من أنه في ذاك الزمان نحن كنا منضوين تحت لواء الدولة العثمانية واللي هي الدولة الإسلامية التي كانت لابد أن تغطي كل العالم الإسلامي بزعفران الأول، ولكن لضعف الدولة في ذاك الزمان ولما ظهر من الـ من الـ من الـ من الأشياء الظلم والفساد والظلم البين والذي وصل إلى درجة عالية جدا، ودي من أول الأشياء اللي خلت الأستاذ محمد شريف يكتب مذكرة، هذه المذكرة كتبها ورفعها للباب العالي، وكانت بطريقة تدلل بأنه هؤلاء الناس كانوا يعرفون الإدارة ويعرفون النظام، كان قدمها للباب العالي عن طريق الخديوي، وحينما عادت هذه المذكرة للخديوي وبعث لي على الدين باشا لكي ما يرد على هذه المظالم التي ذكرت في هذه المذكرة، وكان الأستاذ محمد شريف قد عاد من الأستانة في ذاك الزمان ليصحح النظام بتاع النظام المحاكم، لأنه كان عالما بالنظام بالمذهب الحنفي، وعادت هذه المذكرة وأشار الناس في تلك المرحلة بأن يتم حبس الأستاذ محمد شريف أو تحديد إقامته حتى لا يستشري هذا الرأي، وكان ده الكلام اللي قدموه لي على الدين باشا. والله بارك الله فيك يا شيخ عبد الرحيم، لأنه اديتنا إضاءات وافرة جدا حول أنه مشايخ الطرق الصوفية لا يطعمون الطعام ويفشون السلام ويعلمون الناس فقط، ولكن هم ثوريون في المقام الأول. شيخ عامر بتوقف عندك في محطة أعتقد أنها مهمة للغاية، اللي هي الثورة المهدية ما حققته على أرض الواقع استقلال القطر، لكن لما تجي لنظرياتها بتلقى أنه زي كأنه فيها جنوح لثورة إسلامية عالمية، تذويب الطرق الصوفية، تذويب المذاهب الأربعة، جمع القبائل السودانية المختلفة والجهويات السودانية المختلفة تحت لواء واحد، ده بيديك إحساس أنه كأنها كانت ثورة لديها العديد من الطموحات لا تحدها الجغرافيا ولا تحدها حتى يعني إسلام الأحوال الشخصية، وإنما هو إسلام مرتبط بالدولة كاملة. هو حقيقة أختي الفاضلة مسألة التصوف عموما كما ذكرت في محور سابق بتتبني على المعرفة، عشان كده شيخ حجاز المدثر عنده قولة مشهورة بيقول من تعلم ولم يتصوف فقد تزندق، ومن تصوف ولم يتعلم فقد تفسق. بنى هذا الفكر، أنا أصلا ما بفرق بين العالم في العلم الفقهي أو العلم الشرعي وبين الصوفي وبين المدح، كما ذكر أخونا شغانس كبيل في أنه الأدب المديح كان حفظ هذا التاريخ للدولة الإسلامية في سنفونج. فالمسائل دي كلها مع بعضها الإمام المهدي عليه السلام ربنا يتقبله حاول يجمعها عشان يشكل من التصوف ذاته منهج دولة، واجتهد، وإن كان في خاتمة المطاف طبعا أي فكر صوفي على أي فكر إنساني هو فكر إنساني، وفي نفس الوقت كل طريقة صوفية أو عندها منهجة وأورادة وأفكارها في داخل
فكرته، لكن في الإطار العام كلهم ودي النزعة الموجودة بالمناسبة في الشعب السوداني عموما، يعني احنا نتكلم في أيام الاستغلال. يعني زمان كرومر قال قولة مشهورة جدا جدا اللي هي بيقول إنه if you want to govern any nation don't touch their beliefs. فصوفية أنت ما تلمس عقائدهم كما ذكرت لك. فعشان كده كل ما ظهرت بادرة بتاعت إصلاح في المجتمع الصوفية أول من يبادر إلى تأييدها. أصلا ما عندهم تردد في حتة زي دي. يس غادي يكون ما عندهم رغبة في، لأنه من مسألة الزهد في المناصب وفي المال وفي الجاه ما عندهم فيه رغبة، لكن أنت مش صاحهم وراك، أنت خطيط هم ما معك أصلا وبيجاهروا بها. ويمكن حتى المتصوفة غاد نجي في هذه الحلقة وفي هذا الحوار في هذا اليوم المبارك يعني لمحاور تانية نذكرها في حينها إن شاء الله. أنا أحتفظ بها إن شاء الله. دكتور أنس، يعني يمكن من أكبر الأسباب اللي خلت الثورة المهدية تقوم ومن أبرز الأهداف برضو أو الأسباب اللي خلت الثورة المهدية تنجح مسألة الظلامات الكثيرة جدا ومسألة الفساد ومسألة يعني كلمة دولة إسلامية دي كانت هيدلاينز أو خط عريض، لكن على أرض الواقع لم يكن مطبقا الحكم الإسلامي، مما خلى المادحين ذاتهم يتمنوا يجي المهدي المنتظر. ويمكن جدك شيخ العاقب قال يا مجيرا أجيرنا من زمانا زل فقيرنا، الكبير الصغير يحكم كبيرنا، إما تديره وإما تديرنا وإما تجيب المهدي ميرنا. فحدثنا برضو عن إطار المادحين وعلماء الدين في التهيئة لقدوم ثورة وقدوم نضال وقدوم تحرر. طبعا احنا قلنا الكلام ده في انه السودان تعرض سنة 1821 لغزو خديوي ما مبرر يعني كحالة انسانية، غير انه محمد علي باشا كان عنده طموح كبير جدا في انه يكون امبراطورية. وبالمناسبة هو محمد علي ذاته تمرد على القسطنطينية، يعني الاستانة زي ما بسموها، تمرد على الـ على الـ على الخلافة ذاتها في 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 انه ادار مصر بعيد من 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 المركز عاصمه الخلافه. لكن زي ما قال تفضل الاستاذ انه اول حاجه عملوها الاتراك لما دخلوا السودان انه حاربوا المعتقدات السودانيين، يعني بحيث ويقال انه اسماعيل باشا جاب معه علماء للأربع مذاهب، يعني كمان داير يفرق المسألة، وجاي يعني يقهر الشعب، لأنه التمدد اللي كان بيطرحه محمد علي باشا اللي هو مش بس عايز الرجال وعايز الذهب، هم في موجود هاي لأنه يعني حتى الرجال شالهم محمد علي باشا مش حاربوا في المكسيك. لكن المسألة في إنه أنا بتخيل محمد علي كان الإمبراطورية بتاعته عايز يتمدد يضمن مياه النيل البحيرات ودائر يضمن ليه منفذ من السودان في البحر الأحمر اللي هو كانت مصوح في ذلك الزمان تابعة لمحمد علي. فالظلم تفشى لأنه الأتراك في ذلك الزمان عندهم جيوش وعندهم مصروفات وعندهم بزق وهكذا، يعني وادخلوا حاجات كثيرة. يعني شيخنا حاج الماحي في مدحته بيقول يا ربي بالفور والدرك انجينا من ظلمة السلك. السلك هي رمز للترك، يعني بدل ما يقول انجينا من ظلمة الترك قال انجينا من السلك اللي هي الحاجات الحديثة. ف التليفونات من الأشياء اللي يعني عشان تخفض صوت المعارضة كان لازم تخفض صوت المادحين، لأن المادحين كانوا هم الصوت الحقيقي للشعب السوداني. بعدين دكتور لو سمحت لي، يعني المادح ده لما نذكر سيرة النبي زي بيكون في يعني تعريض بالظلم الحاصل. نعم. أو تعريض بالحكم الحالي. نعم نعم. يعني مثلا القصيدة اللي أنت قلتيها بتاعت حاج العاقب كان يعني كان صيحة بتاعت إنه إما يعني يا ربنا أمرنا منه، صيحة ونبوءة أو النبوءة بتاعت هم يكون قاصد المهدي المنتظر لكن من نهاية المهدي. وفي الحاجات الثانية اللي هي إنه الدفتردار بالحملة بتاعته بيقول حملة تأديبية، أنا بستغرب الاسم، هي ما كانت حملة تأديبية، هي كانت حملة إبادة
ويجب انه انا لقيت واحد بيبحث في المساله دي عشان انه لازم نرفع المساله للتاريخ. اذا كان الناس حسي بيقولوا الامريكان شالوا الناس من امريكا بيستعبدوا الناس من 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 من, من افريقيا وهكذا وفتحوا الملف ده وحصل اعتذار للتاريخ يعني. افتكر قصه الدفتردار دي ما كان ما المفروض تمر ساكت لانه الدفتردار يعني اباد 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 يعني بدون هنا كسر المساجد وكسر دمر الخلاوي والمساجد وكده. بما فيهم طبعا يعني المداح قاموا قالوا الكلام ده خفية، لكن في النهايه هم كانوا الشراره اللي هتجي بعدين اوقدت الفكر واسقطت التحرري يعني المهدي قام بانه بالفكره الجديده اللي تفضل بها استاذنا عمرو استاذنا ف من بين الاشياء الظلم غير الفكره الاسلاميه، الظلم الحاصل على الشعب السوداني انه كان بيقول لك يعني عشان يطلعوا الضرائب كان بيعملوا شنو. صحيح. ودكتور يمكن كدا. يعني حتى المادحين يعني كونك تمنعهم وانت حكم اسلامي من مدح النبي صلى الله عليه وسلم فيها خوف شديد من دور التصوف. نعم. في خلق الوعي. نعم. يعني حنتكلم شويه لقدام عن مدحة حاج الماحي. شوفوا واسمعوا يا حضاره، قالوا لا تمدح المختاره. لكن احنا نمشي لشيخ الجيلي ونشوف المدح القادم ومن ثم نتواصل. ابقوا معنا. نحو ليلى واغتنم خيرا عبي سيرا نحو ليلى واغتنم خيرا عبي سيرا إنها ليلى إن تردها أقوم لها ليلى قال لنا حيلى عظمها الشام تابت عليلى عبي سيرا قلت يا أحبي اجتهد وتفان في الحب تكسب القرب وتصغى ليلى الحال يا شربي عبي سيرا قلت يا أحبي اجتهد وتفان في الحب تكسب القرب وتصغى ليلى الحال يا شربي عبي سيرا تسري سراها للعروج نحو مسراها عبي سيرا تضوي الباب وتنسي جسمي يا رجل بابي عبي سيرا الحب
عبي سيران وغارت الأرجو ظالمك يا قلب الشهر أرجو عبي سيران صلح بابي الليل مكرم فاتح البابي وتضوي البابي وتكسي جسمي يا خرج البابي عبي سيران الصلاة تملأ الفضاضي الريبة في الجملة أكمل أنا ملأ الفاتح القال وهل ناس نملأ عب سيرا نحو ليلى ويغتنم خيرا عب سيرا عبي سيرا شكرا جزيلا يا شيخ الجيلي ومرحبا بكم من جديد الضيوف الأعزاء. شيخ عبد الرحيم قد يكون في نقطة مهمة جدا، يعني كانت في حركات تحرر أو حركات نضال سودانية لا تخلو من الشجاعة ولا تخلو من الصدق، لكن ربما لأنها ما استوعبت تكوين المجتمع السوداني القائم على احترام التصوف في المقام الأول والذوبان ربما يكون الكلي في الحركات الصوفية، لأنها تجاوزت هذه النقطة فقط ربما لم تنجح. يعني ثورة 1924 أو ثورة اللواء الأبيض، علي عبد اللطيف عبد الفضيل الماز كانوا من الشجاعة بمكان، كانوا من الصدق أيضا بمكان، لكن ربما لأنه ما كانوا في إطار البيئة الصوفية أو الحركات الصوفية لم يفلحوا. أنا حقيقة عايز أقول أنه يعني لو أخذنا الثورة المهدية، أنا بس عايز أضيف حاجة بسيطة. الثورة المهدية كان يمكن من الأشياء اللي يمكن ما كانت سليمة هي محاولة وضع كل شيء في إطاره، اللي هي ده خلى الطرق الصوفية ذاتها منكمشة، ما عندها تأثير، ما عندها وجود خلال هذه الفترة. ده كواقع، لأنه يمكن دي واحدة، لو كانت الثورة المهدية تركت المسألة واستصحبت معها كل الطرق الصوفية والمنهاج هذا، يمكن كان المسألة تنتهي إلى هذا اليوم وتبقى المسألة واضحة زي ما حصل في المغرب. لكن عايز أقوله نحن بالنسبة للثورة المهدية ولمسألة التحرر، مشوار المغرب الوقفة عثمان دقنة، الوضع حبوبة، الشيخ الأبيض بدر، دي كلها كانت مواقف بتوضح وضوح تام بأن هؤلاء الناس كانوا همهم أن هذا الدين يجب أن يحكم وأن هذا الدين يجب أن يكون هو القائم على الناس. عشان كده الثورة من ذاك الزمان ظلت موجودة ومتقدة ومستمرة. وزي ما ذكرتي الجماعة دي، لأنه كان التعليم في غردون والمؤسسات كانت مؤسسات بين التركية وبين الخديوية وبين الإنجليز، الإنجليز ذاته لما جو حاولوا يبذلوا دور الطرق الصوفية لأنهم شعروا بأن الطرق الصوفية عندها دور في هذا البلد لا يمكن تجاوزه. عملوا الزفة وكان بيكون على رأسها، وبيجي الحاكم العام في المولد يزور الناس، وبعدين كان بيدعون في القصر من وقت لآخر، وفي المشاهد المعروفة بتاعت الشيخ غريب الله لما وقف واحد من تلامذه وأمره بأن وقت الصلاة لما جاء كان أمره، وكان يقصد يعني الحاكم العام أنه الحتة دي يخليهم يتجاوزوها لأنه في اجتماع معه. لا أبدا، طوالي لما جاء وقت الصلاة نادى قنديل قال لا مش أذن،
فكان لابد أن يقيموا المسائل والسبات بهذه الصورة بهذا الفهم. إذن الدور الوطني والدور الكبير لجنبوه الصورة الصوفية كان واضح. الجماعة ده زي ما ذكرت لو كان عندهم يعني انتماء صوفي، يعني ذكاء اجتماعي، أيوة، لو كان عندهم فعلا ناس اللواء الأبيض والمعادي كان عندهم ارتباط بهذه المسألة لتغير الحال تماما، لأنهم حيكونوا حققوا الجماهيرية، حيكون عندهم كان فولو جماهيري كبير جدا جدا ضاعت لهم ويعضدهم، وكان مثلا كانت متغيرات. شيخ عامر، شيخ عبد الرحيم تفضل بكلام مهم جدا انه الانجليز زيراعوا معتقدات المتصوفه، في قراءات اخرى انه الانجليز اول ما جات سنه 98 وسيطروا على الوضع يعني حاربوا الطرق الصوفيه محاربه شعواء، مثلا منع راتب الامام المهدي، مثلا التضييق على بقيه الطرق الصوفيه ومحاوله خلق احلال وابدال، دارين يطلعوا التصوف ويدخلوا الثقافه الاوروبيه. يمكن اول تصديق حصل في عهد الإنجليز هو إقامة بار، فإحنا نتحدث برضو عن فطنة الإنجليز لدور التصوف وقوته ومحاولة السيطرة عليه. هو بالمناسبة جلادستون لما جاء ونصبوه في المسؤول عن التعليم في السودان أول شيء فكر فيه محاربة الطرق الصوفية، لأنه اللي فهمه يفتكر أنه الإمام المهدي ينطلق من البيض الصوفية، وهذه حقيقة راسخة، فقال يحارب الطرق الصوفية وينشئ مجالس العلماء اللي هو عين الشيخ ود البدوي الشيخ العلماء في ذلك الوقت. فحتى الشيخ عبد البدوي ذات العينوب بيفتكروا انه ميل العلماء، يعني لما كان الحاكم الانجليزي الجزائر طلب انه يزوره وجاء في مسجد الدرمان الكبير، قالوا كان راكب على حصان الحاكم، فالشيخ عبد البدوي يعني بكبرياء الاسلام وعزته هنا الله يكرمك ويكرم المشاهدين، يعني قال له انت جيبوا عنده حمار ما عنده هنا، ركبوا لقاوه. فبعد ليه الشيخ الخواجه ده خش المسجد بنعلاته، قال لهم خليه يخش لانه نعلاته اطهر من جسمه، خليه يخش بنعلاته ما مشكله. فالانجليز حتى اللحظه فهموا، مش الانجليز الغرب بالمناسبه، فهموا انه الطرق الصوفيه هي الاصل في السودان، عشان كده محاربته للصوفيه ما كان لها اثر كبير، لانه الصوفيه شاركوا الثوره المهديه بالمناسبه في كل شيء. الجردة اللي قام بها الشيخ العباس ضد الشيخ العبيد محمد بدر بمنطقة الكرنوس كان قائدة صوفي الشيخ العباس، وإلى أن دخل بالمناسبة قبل المسلمية ده لما فتحت الخرطوم دخلت به الأرطة أو الجيش اللي كان قائد الشيخ العباس، وطعن الشيخ العبيد بدر مسلمي، يمكن الاسم ذاته بتاع قبل المسلمية جاي لأنه هم المسلمية خشوا بالحتة دي، هو دخل الخرطوم بالمنفذ ده. فالشيخ الحاج حمد ضد الشيخ العربي أبو الشيخ حياتي توفى في الحلفاية في موقعه وهو من بيت صوفي. الشيخ محمد الشيخ إبراهيم الكباشي توفى في ضنقلة استشهد. الصوفية شاركوا في كل حركات النضال والتحرر في السودان، فلا ينكر ذلك إلا مكابر. نحن عموما حنتواصل في هذا الحوار، وأنا شايفه حوار ثري جدا، وما داير له بجد حلقة ولا داير له سهرة، ولكن داير امتداد صوفي. ننتقل لك يا شيخ الجيلي ونستمع لمدحة ومن ثم نتواصل. أنوار البهرة في ظلمات عيونه سهلة ساغات، أنوار البهرة في ظلمات عيونه سهلة ساغات، يا مجل الزاخرة ويا ملك الدنيا والآخرة، ألف لكم فخرة في اليم بقدرتك سادات. وسمي مغالك في جنب سيدك وسيدا جالك، أصحاب بطالك العزاء لك وطول بالك يا السادات. ناس الدوم الجايب ارشالك، قالك ارسل بالك وعمر السارح بيك ورحالك يا السادات. دخلوا الكرام انتظروا لك اكل الفرة، ما بخافوا الاسد النمر الفرة، هناك غيرهم ما بلوك الجرة يا السادات.
مسهر عيونه في سر الروضة ويا بطونه أي فتح اللون بجابه في نونه وأحمر وأصفر أخضر لونه السادة يوم سالت مرة بها رجال السادة ودرة يا هالراجل اللي بيقتل برة ابني وقفي على سادة بغرة يا السادة توشح بيها وطلع قرنه قال أنا ليها قبض لي أمانته ترجم ليها حكر تحت العرش عليها يا السادة ما عنده كبيرة ومهما تكون في جروحه غويرة لا ذهب نفسه معها عويرة سبق في التدويرة يا السادة صلى الوهابي عليك يا طاهر الأنسابي والخضر يسابي يضرب بيكم يا الأحبابي يا السادة مرحبا بكم من جديد وشكرا شيخ الجيلي على المدحة وكثر خيرك كثير. شيخ عبد الرحيم مباشرة لو دلفنا لدور الطرق الصوفية في تحقيق استقلال السودان الاستقلال الثاني على وجه التحديد وقبلك ذكرنا انه يعني قادة ثورة 1924 او اللواء الابيض لم يكونوا ربما كانوا بالشجاعة الكافية والصدق الكافي لكن لم يكونوا بالذكاء الاجتماعي الكافي لاستيعاب مكونات المجتمع السوداني. دهن اباء الاستقلال العظام الزعيم إسماعيل الأزهري ومحمد أحمد المحجوب استوعبوا بقى التركيبة الصوفية السودانية ولجأوا ولاذوا بالبيوتات الكبيرة وربما يكون تحقق الاستقلال عن هذه الطريقة. بدأنا نحن يجب أن لا ننكر الدور الكبير اللي قام به طائفتي الخطمية والأنصار ولكن نتحدث عن عمق ما تعرفنا عليه في السودان وإلى الآن بعيدا عن هاتين الطائفتين اللي هو دور الطرق الصوفية ومشايخ الطرق الصوفية في استقلال السودان. نبدأ فنقول إسماعيل الأزهري ينتمي إلى الإسماعيلية وهو من بيت صوفي ونقول بأن مبارك زروق ينتمي للشيخ أحمد زروق وهو رجل صوفي وأحمد عزل العابدين ينتمي إلى بيت صوفي وكذلك كثيرين من الذين كانوا في تلك المرحلة من نواب الجمعية التأسيسية أمثال الشيخ الوسيل الشيخ السماني الشيخ برير الشيخ الشاذل الشيخ الريح الشيخ برير الشيخ الشاذل الشيخ الريح السنهوري الشيخ الشاذل الشيخ برير الشيخ إبراهيم العبيد بدر الشيخ الناجي الشيخ أحمد الشيخ الناجي من اليعقوباب ومجموعة من هؤلاء الناس كانوا دين نواب في الحزب الاتحاد في الحزب الوطني الاتحادي في ذاك الزمان وكانت الشيء المسار في ذاك الزمان كما ذكر الأستاذ العاقب الحتة بتاعت أن السودان يمكن أن يستقل وأن يتحد مع مصر وأنه في واقع الأمر نحن في السودان العجل بهذا الاستقلال عوامل كسر من بينها مواقف وأقلها حينما تحدث جمال عبد الناصر وقال وأنا سأعجل باستقلال السودان باعتبار بدل ما يتم سنة 68 يتم 58 يتم سنة 56 وكانت طبعا يعني مشاعره وأغراضه كلها أنبنت في أن يتم اتحاد بين مصر والسودان
وكان في هذا حديث كثير من مشايخ الطرق الصوفية واتفقوا واختلفوا في هذا الرأي. يعني العباس لما نقول لك إنا بنو النيل لن نشرك به أحدا فما جفانا ولا يوما بنا ضاغة ولا أخص به أهلي ولا سكني بل ساكن النيل تعميما وإطلاقا، كان بيتكلم عن وحدة وادي النيل. ولما نقول أيام كنا وكان الشمل مجتمعا وحينا حي طلاب وقصادي فإن جرى ذكر أرباب السماحة أو نادي الكرامة فإنا بهجة النادي لنا الكؤوس ونحن المنتشون بها من السقاطة ومن الصادح الشادي. ده كان بيتكلم في الحركة الوطنية وأهمية التماسك والترابط بين الناس. ولما مشي سنار قال جيبسون لما مشي سنار عشان يقولوا ده الاحتفال بالسد والسد عمله مهندس جيبسون، قال له جيبسون بنيت للناس سدة فهل لا بنيت بين الظلم والناس سدة؟ ده كله كان في حراك كبير جدا من مشايخ الطرق الصوفية. الحتة أهميتها أنه المجموعة دي من النواب لازموا الأزهر في زيارات لكل السودان، وكان سهل لأنه كان بيخطروا كل مسجد وبسهولة جدا الناس يجتمعوا في المسجد ويجتمعوا كل الأعيان والمشايخ والناس كلهم، وكان الأزهر يأتي إليهم لكي ما يعرف هل يستقل السودان أم يتحد مع مصر. وكان هذا الأثر الكبير الذي قام به الشيخ الوسيلة والشيخ بليل والشيخ السادل والشيخ إبراهيم العبيد والبدر مجموعة لازموه ومذهبوا في كل مكان شرقا وغربا إلى أن وصلوا استفتاء شعبي للوصول إلى استقلال السودان استقلالا تاما إلى الرأي لتكوين فكرة وليتمها من خلال استقلال السودان. وفي هذا لابد أن نقول بأن الدور الكبير قام به الختمية وقام به الأنصار. ده كلام طيب جدا، يعني كلام طيب جدا. ويعني أنا بذهب فيه مذهب آخر اللي هو محمد سعيد العباسي ربما يكون يعني محب لمصر، محبة شخص نشأ فيها وارتبط بحلوان، ويعني الكثير من أشعاره حتى يعني بتقول لو سألتهم الشباب لباعوه لي ولا اشتروه لي لو كان هذا بإمكانهم يعني. لكن ربما تكون هنالك أيضا حركات أو مصر وما مصر سوى الشمس التي بهرت بثاقب نورها كل الورى إلى آخره، لكن الشاهد في الأمر أنه تحدث أنه هنالك حركات صوفية دعت إلى أن يكون السودان مستقلا ولكن في معية وادي النيل. هنالك أيضا حركات صوفية دعت إلى استقلال السودان استقلالا تاما وتحدثت عن الهوية السودانية وتحدثت عن استقلال السودان وأن يكون أمة واحدة، وربما يكون الإمام عبد الرحمن هو الذي ابتدع هذا الأمر وفي النهاية سار في دربه السيد إسماعيل الأزهري. نتحدث عن استقلال السودان استقلالا تاما ودقيقا وارتباط ذلك بالتصوف. الطرق الصوفية زي ما ذكرت لك في محور سابق بأنه كل طريقة عندها أورادة وأذكارة ونمطها في الذكر، وبنفس الفهم ده الطرق الصوفية عندها آراء سياسية ممكن تكون دارة تتحد مع مصر، الناس يكونوا مدارين يتحدوا، لكن أنا بأكد ليك تماما كانت ولا زالت وستظل الطرق الصوفية هدفها واحد لا إله إلا الله محمد رسول الله. كل من وقف تحت هذه الرأي هم بيجيهم معه سواء كان دار يتحد ولا ما يتحد، بعد ذلك المصالح الدنيوية هم بحللوها في طار حديثنا قبل عن انه متزاهدين وعندهم متغشفين، ما بنزور لها النظرة دي، نظرتهم دائما للمسألة من مسألة منطلق الدين البحث، بعد ذلك بيرجعوا إلى من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. فقد يكون في الطرق الصوفية في أفكار ومدارس وآراء مختلفة، منهم من يريد الوحدة ومنهم من يرفضها، لكن ده لا يختلف أو لا يسبب اختلاف بيناتهم فيما بعضهم، تلقون متحابين متزاورين متعاورين لبعضهم وهكذا. دكتور أنس، يعني بيعجبني في الطرق الصوفية إنها فيها طموح عالي جدا للعلم الديني كما فيها طموح عالي جدا للعلم يعني فيها طموح للعلم الدنيوي كما فيها طموح للعلم الديني. يعني مثلا بتلقى إنه الشريف يوسف أهدى داره للخريجين، ويعني مما دعا الإنجليز أنه يحددوا له إقامته في بيته في بري. فإحنا دلنا نتحدث عن دعم الطرق الصوفية للآراء المستنيرة وللخريجين والبسمون بلغة الزمن ذاك الأفندية اللي هم صنعوا الاستقلال. الحاجة اللي بتميز بها التصوف في السودان أنه إذا كان التصوف هو علم باطن ناس التانين علم ظاهر، فكل المتصوف الكبار وكلهم في كل يعني في كل المراحل يعني في كل الطبقات بعدهم كان الشيخ هو عالم ظاهر وعالم باطن. دي 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 حاجه مفروغ منها. وده اثر طبعا في الشخصيه السودانيه كما تفضلت انت في بدايه الحلقه. انا داري اقول
انه عشان نربط المساله انه الحركة الوطنية بدأت زي ما ذكرتي بشيخنا عبد الرحيم، بدأت مثلا يعني تتبلور في اللواء الأبيض وفي واد حبوبة وهكذا، لكن في النهاية جاءت صحوة كده للخريجين، فقلنا سنة 1918 في مدني دي مثلا مدينة يعني أم الوطنية يعني العاصمة الثانية للاستقلال في السودان. فسنة 18 كونوا هذه الخريجين في مدني، وسنة 38 كونوا مؤتمر الخريجين. في حاجة صغيرة أنا عايز يعني أطرحها، في الثلاثينات وآخر الثلاثينات ظهر دور الولايات المتحدة، ظهرت في المسرح العالمي وظهرت كقوة اقتصادية وعسكرية، وفي مقابل الإمبراطوريات القديمة، الإمبراطورية البريطانية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية وكذا. فالأمريكان جو طبعا دعاة بتاعت حرية وأنهم دولة تدعو للحرية والنضال ودولة قانون كذا، فطرحوا شعار إنه يجب الآن وقد حان الوقت لأن كل الدول المستعمرة أن تأخذ استغلالها. في هذا الخضم يعني دي دفعت بالخريجين فأنه يقدموا المذكرة بتاعتهم المشهيرة سنة 43 للحاكم العام والسكرتير الإداري. دي هي هنا ظهر دور مظلة الختمية والأنصار في والتجاذب داخل أيوة الخريجين. فهنا من هنا عشان المسألة بعدين حتمشي لغاية ما نصل مرحلة التفضل أستاذنا شيخنا حدث عن كيف الاستغلال عبد الناصر يعني وقبل محمد نجيب واتفاقية الجنتلمان مع أصل السيد عبد الرحمن، وبرضه جمع الأحزاب الاتحادية وجعل حزب واحد داخل داره محمد نجيب. نحن حنواصل في هذا الحوار إن شاء الله، فقط بعد أن نستمع لشيخ الجيلي ومن ثم نتواصل عن دور التصوف وأثره في النضال وحركات التحرر في السودان. للمريض نخله شال ورم والبلح مرحبا بالإمام. الصلح من صلح للمريض نخله شال ورم والبلح مرحبا بالإمام. للضمائر طرح شرح حاضرا في المقال لا سهى لا سرح. لا طعن لا لعن لا أساء لا جرح مرحبا بالإمام. للمكرم مدح في جميع الفنون كان معلل القدح بالجناس والبديع والبلان غد جدح. أسكن السابعين دار عليها القدح مرحبا بالإمام. للمكرم
للخصيم كف بذر ميتة كتح باب للطالبين والعشاء ما فتح مرحبا بالإمام من شروق ابنك الفاتح اللي كان بيسوي الولاء قل له نار القلب والدمير السرع مرحبا بالإمام عد ما شال ما الفيوض لمنابع السماء لمحط الفيوض لمنابع السماء يا رقيب يا عديد السماح السماح مرحبا بالإمام الصلاة وانصلح للمريد الصلح وانصلح للمريد نخله شال ورم البلا مرحبا بالإمام. شكرا جزيلا شيخ الجيلي. وبجيك مباشره شيخ عبد الرحيم، يعني تحدثنا في الحلقه دي انه المستعمر حاول يسلب السودانيين بعض من هويتهم، ومن ابرز مكونات الهويه كما هو معروف الدين واللغه، فحاول انه يكون في تعليم استعماري. مباشره المستنيرين وربما المتصوفه ناطحوا هذا التعليم بالمعهد، معهد ام درمان العلمي، مما حدا بالتني ما بهاب الموت المكشر وما بخش مدرسة المبشر عندي معهد وطني العزيز. ففي النهاية رجعوا مرة أخرى إلى التعليم الديني، وحتى يكون هنالك يقين أو طمأنينة أو اتزان ومن ثم نضال. حقيقة أنا عايز برضو أواصل في ما ذكر الأستاذنا العاقب، أنه الخريجين طبعا قاموا بالدور التنظيمي والسياسي والحزبي المبني على الأسس اللي دوما بيقوموا بها الرجال اللي بيتحركوا في إطار أن يكونوا واجهة لهذا العمل الوطني الكبير. ولكن نحن في هذه المسألة وعلى سبيل التخصص بنقول أن دور الطرق الصوفية والحراك اللي عملته من خلال الكلام اللي ذكرته كان يمكن ده الشيء القوي جدا اللي خلى إسماعيل الأزهر يرتكز عليه ويعلن الاستقلال استنادا
لما تم من السيد عبد الرحمن وتوجيه بعضا من يعني دبكة ومن بعده سهل في أن يعضدوا هذه المسألة ويعلن الاستغلال من داخل البرلمان. ده كلام كبير جدا وكلام له أثره، وفعلا دور التصوف كان في تلك المرحلة تركز تماما ووقف أغلبية الناس مع استغلال السودان، وخاصة ما ذكرتهم من نواب كانوا في الجمعية التأسيسية في ذلك الزمان. بجانب ذلك طبعا يعني وأنا برضو يعني بقول أنه يعني بترحم على التني هذا الرجل الفذ، وكان قصيدته هي قصيدة تعبر عن القومية والترابط والتماسك، وهي أسرة عريضة عرفت بهذه القومية يعني، وعرفوا بالعلم يعني في كل المجالات وفي كل الاتجاهات اللي اشتغلوا فيها أهل التني، كانوا معروفين بهذه الوطنية وبهذا التجرد. وأنا والله سعدت جدا بأنه المفوضية القومية لحقوق الإنسان كانت رئيستها الأستاذة آمال التني، وهي من أميز القانونيين ومن أحسن الناس إدراكا لماهية ما يجب أن يفعل الإنسان نحو وطنه، إخلاص ووفاء ما بعده، ومعرفة تامة بكل تفاصيل ما عليها من واجب. رغم أننا فقدناها يعني وقد قدمت استغالتها لأسباب خاصة، إلا أنها كانت شخصية متميزة. أنا عايز أقول أنه يعني في ذاك الزمان في ناس بوطنيتهم هذه وبحيادهم هذه زي أسرة التني كانوا بيتكلموا عن, 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 عن هذا البلد بأن يكون له قدر وله مكانة وأن يهتم أبنائه. عشان كده قال أتكلم عن مدرسة المبشر. ما بخش أيوة عندي محض وطني، عندي محض عزيز في الفؤاد ترعاه العناية يعني، وكلامه الجميل يعني عزيز. عندي بلدي وطني العزيز، وكل هذه المفردات الجميلة كان بتدلل دلالة واضحة، رغم أنه رأي خريج يعني غردون ولكنه ما تأثر، وبالتالي الكثيرين ما تأثروا، وبالتالي يعني كان لابد أن تقال مثل هذه يعني الأشعار وأن تقول مثل هذه المشاعر، ولا بد أن يسعى الناس لإقامة المعهد العلمي. إن كنت أود صمام أمان وكنت أود أن لا يعني تبقى عليه يد يمكن يعني الحداثة والتغيير، لأنه كان يحمل لنا ما يحمل الأزهر اليوم من مكانه، ولأنه خرج أفزاز الرجال وعظماء الرجال والمعهد الفني. ربما يكون التطور يعني هو سنة يعني الحياة. يعني نحن ما بنقول التطور عيب، ولكنه يجب أن نحتفظ بالجوهر وأن نحتفظ بالقيمة الأكثر. الآن نحن نعاني من أساس اللغة العربية، وأنا أقول التطور إن أوصلنا إلى 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 شيء يكون يعني التركيز ينتهي. أنا أعتقد بأنه ما تطور. أعتقد بأن المعهد كان دور كبير ودور عظيم. الناس الذين تخرجوا من الشهادة الأهلية كانوا قادرون أن يدرسون الآن مدارس ثانوية. كده ناس بيتحدثوا إنه ده دور بختر رضا قد يكون ويبكون عليها حتى الآن، ربما هذه تكون مجالات أخرى ومختلفة. دكتور أنس أنا داير أسألك سؤال قريب وبعيد في ذات الوقت. يعني التصوف أثر في الحضارة السودانية وفي مكوناتها كلها، يعني حتى الأهازيج، حتى الأماديح، حتى الجلالات اللي كونت الدول. يعني نحن كلنا صغار كنا حافظين حاجة، أنا اكتشفت إنه الآن إنه هي كانت من جلالات السلطان علي دينار، يعني فاطمة بنت النبي، نور أبوك ما بن خبي، فقراء شيلوا الجلالة. فيعني تأثير التصوف حتى على تكوين الدول وعلى سلام الجمهور. خلينا نقول أنا واحد من الناس كنت بقول إنه الغناء الحديث بدأ في السلطنة الزرقاء. إذا افترضنا إنه بعض الجلالات ذات في السلطنة الزرقاء كانت هي هزوجات قصيرة يعني، لكن لو اعتبرنا الغناء نوعين ديني ودنيوي، ولكن عشان كده المديح هو الديكشنري بتاعنا الحقيقي، المعجم بتاعنا او القاموس بتاعنا اللي منه طوالي ظهرت الحقيبه وظهرت الغنيه الحديثه وهكذا. ففي ناحيه القالب، في ناحيه الصياغه، في ناحيه الهيكله بتاعت الاغنيه وهكذا. فانا اعتقد انه وجود التصوف، لانه بالمناسبه ما في مادح ما بينتمي الى طريق اصلا، يعني لو حسبناهم بدون عدد يعني قدامين المتخصصين يعني. فده يؤكد لنا انه فعلا انا كنت بقول انه يعني في انه المداح عملوا تنظير للموسيقى السودانيه، نحن الاكاديميين ما عملناه.
يعني لما تقول لك المعشر والهمباتي والدقلاشي والمخبوط والبتاع، نحن لاسي دي هسه انا اسال عاقب دكتور وكل شيء، لكن في النهايه ما قدرنا نضع قوانين والله نظريات موسيقيه زي ما وضعوها اولئك المادحين. ودي واحده من الفوائد ان احنا كسبناها من المديح، الغناء الجيد، المعنى الفيو، الدعوه للخير، للمحبه، كل المسائل دي. ده غير طبعا السيره النبويه والمغازي الرسول واخلاقه وكذا. لكن في النهايه انا بقدر اقول انه المديح يتطور لغايه حس الى الان، فيه والان في حلقتنا المديح عطر لنا جلسه المديح بالالات الحديثه عندنا راي في المساله دي، لكن في النهايه مديح. لكن انا بفتكر انه واحده مش من انجازات، واحده من التحضر الموسيقي الغنائي عملته الصوفيه عبر المادحين. شيخ عامر خليني اختم بك، ويمكن التصوف عمل اشياء قد لا تحدث يعني بالعقل، يعني مثلا في معركه ام دبيكرات عندما الخليفه عبد الله والتورشين وقاده ام دبيكرات يعني اخذوا الركوه وفرشوا الفروه واستقبلوا القبله واحتضنوا الموت، خلينا نقول راكزين كده بلغه السودانيين. ومثلا ثوره وتحبوبه السحيني، قله في الرجال، ضعف في السلاح، ولكن رغم ذلك يقولون لا في وجه من قال نعم. انا بضم صوتي للشيخ عبد الرحيم في انه ما حد الدرمان العلمي، انت ممكن تنشي اي جامعه اسلاميه، 100 جامعه ممكن تنشي، لكن ما بتنشي معهد علمي على نمط معهد الدرمان العلمي بتخصصاته بتاهيله للعلماء، خصوصا انه عندك كتاب في معهد الدرمان العلمي. اي نعم، لانه انت تعرفي الخلاصه طلعت بانه مما تعمد به البلوى الان في بلدنا ده تعدد الفتاوى، لو كان المعهد ده موجود ما كان في فتاوى متعدده. تلقست كم فتوى من كم عالم من كم لاي في مجال واحد مختلف. لو رجعنا لسؤالك بانه التصوف ومدارسه المتعدده دي، التصوف ده يا اختي الكريمه مهما مهما انا وقيل بنتلك على بنو على حاجه واحده بس، القناعه والايمان وانتهاج اثر النبي صلى الله عليه وسلم. كم من فئة قليلة غلبت فئة بإذن الله تعالى، متيقنين وإيمان راسخ، بالتالي ما بمعاينه للكثير وللشوية ونحن غلة ولا كسرة ولا عندنا عتاد ولا ما عندنا أبدا، يتوكلون على الله سبحانه وتعالى ويمضون إلى طريقهم. ونأمل من الله سبحانه وتعالى كلنا في السودان وكل الأمة الإسلامية أن ننتهي نهجهم. القلة غلبت في شيء كان يعني غلبت الكثرة. نعم. مشكلة يا أخي والله ده كان نقاش جميل جدا ونقاش ثر، وأنا بعتقد أنه ما شفنا كل المحاور أو ما مشينا لكل النقاط، ولكن جهد المقل والعزاء أنه مقل محب للطرق الصوفية ولنضالة. شكرا جزيلا شيخ عبد الرحيم محمد صالح، شيخ الطريقة السمانية ومرحي، سعدت بك جدا في هذه الثانية، حكتر خيرك كثير وكل سنة وانت طيب. دكتور أنس العاقب الباحث والفولكلوري والإعلامي وكوكتيل المواهب المتحرك، كل سنة وانت طيب يا رب. بارك الله فيك. وإمام الجامع والمؤذن يوم الجمعة. شكرا جزيلا برضو لمتابعتكم لهذه السهرة المختصة بعلاقة التصوف بالنضال والتحرر في السودان، وأنتهز هذه الفرصة وأقول للسودان: تاريخ آبائي عليك مسطر، ما أملوا ما كابدوا ما ذاقوا، ولدتك شيكان على صم القنا، وغشاك من كرري دم مهراق. كل عام وأنتم بخير. الذكر حضور وقاب يدور يا ذكر، الذكر حضور وقاب يدور يا ذكر، الذكر حضور وموالاة طول الدور، قاب يدور مرضى المغدور والغطاء حيث يدور، قاب يدور يا ذكر. الذكر حضور وموالاة طول الدور، قاب يدور مرضى المغدور والغطاء حيث يدور، قاب يدور يا ذكر.
القلب مليان نور ومحبة والإيمان كوب يدور يا ذكر. الذكر يا أخوان يقرب للعلي ديان كوب يدور، القلب مليان نور ومحبة والإيمان كوب يدور يا ذكر. الذكر يا أحباب فيه الغربة وفتح الباب كوب يدور، رب الأرباب يقول لك مرحبا وأحباب كوب يدور يا ذكر. الذكر يا أحباب فيه الغربة وفتح الباب كوب يدور، رب يقول لك مرحبا وأحباب كوب يدور يا ذكر. الذكر يقحون ضحى وأطراف عشاء وسحور كوب يدور، من غير دحور بتعانق حسان الحضور كوب يدور يا ذكر. ربي وفق ومن لومتنا نصح ونفق كوب ويدور، لينا وفق فأنت رحم بينا وشفق كوب ويدور يا ذكر. ربي وفق فأنت رحم بينا وشفق كوب ويدور، لينا يا ذكر. عمر دارنا وزدنا وعلم غدارنا كوب ويدور، وقت دارنا ولليابة ندر دارنا كوب ويدور يا ذكر. صلي يا رب على الهادي وبشير واغرب كوب ويدور، زيل عني كرب وللفاتح قبول يا رب كوب ويدور يا ذكر. صلي يا رب على الهادي وبشير واغرب كوب ويدور، زيل عني كرب وللفاتح قبول يا رب كوب يدور يا ذكر. ذكري حضور وكوب يدور يا ذكر، ذكري حضور وكوب يدور يا we'll be right back.